السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة لما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياه في الصحة العامة أو مبادئ الصحة العامة، اليوم بنتكلم عن النظافة الشخصية للمرء منا، بعد ما تكلمنا عن الوضوء وبعد ما تكلمنا عن أشياء أخرى. وأول هذه النظافة الشخصية تقليم الأظافر كل أسبوع أو أسبوعين على حسب الإنسان ما يستطيع أن يقلم أظافره وتستطيع أن تقلم أظافره، لكي لا تتجمع خلف الأظافر كمية من الجراثيم تدخل في فمنا في حينما نأكل ونشرب الأطعمة والمشروبات. الآخر أيضا هو تنظيف اللي هو شعر المناخير، لكي أكشولي لا يكون بعض شعر المناخير ده بيخش معانا لما بيطول في الأكل. أيضا حف الشارب وحف وتقليم اللحى، يعني تهذيب اللحى لكي لا تطول اللحية وتدخل معنا في مأكولاتنا وفي مشروباتنا، وخاصة الشارب اللي عند كتير جدا من الشباب بنجده انهم بيشربوا خاصة الشوربة او الاشياء الاخرى، بتلاقيه الشارب مليان شوربة ومليان طماطم الى اخره الى اخره. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان نحلق تحت الابط بطريقة دورية كل اسبوع او اسبوعين او اربع اسابيع على حسب ما استطيع المرء منا ان ينظف، لان هي تكون دي منطقة فيها عرق كثير وفيها كثير من الجراثيم. ايضا منطقة العانة اللي هي منطقة الاعضاء الخاصة داخل الجسم لابد ان تحلق كل مجموعة من الاسابيع كل اسبوعين او اربع اسابيع لكي لا تتبقى هناك اي جراثيم، لان هنا بيكون في رطوبة وبيكون في جراثيم فبتؤدي الى وجود بعض الأمراض الجلدية في هذه الأماكن. هنا نتكلم عن العلاقة ما بين الصحة العامة اللي علمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم والدين، وحاليا نتكلم عن العلاقة ما بين الدين أكشولي والكورونا اللي احنا بنتكلم عليها. صلى الله عليه وسلم علمنا كل هذه الأشياء منذ 14 قرن.